coach, coach a mom. Mazin, Lukadosh, Osur Parchayano, Baby of Bashin, Tanda Satamam, Benum Tundu, Kitchmishle, Yatamam, Yina Sham. Dönüyor dönsün dünya yine aşk var. Dönüyor dönsün dünya istemem ziyaret etme kalbimi bir daha. Anladım sen çok büyüksün sana göre değilim. Bir boy eksik bir beden küçük ben sana göre değilim. Benim aklım kıt. Deliyim anlayamam. Bir kefi halas. اطلعي من هون بقى. أنا ندمانة جود، غلطت بحقها وإجيت لأعتذر منها. والله تأخرتي، أنت ما كان لازم تغلطي. واعتذارك هاد ما رح يداوي الجروح. جود، لو سمحت. لا تمشي، خليها. حبيتها لفتون خانم. أمينة. أختي نسيتي من هاي المرة واللي عملته معك؟ اتهمتك بالسرقة. أنا سامحتها جود والله. فاكرة المسامحة بهالسهولة؟ جود خلصنا بقى ممكن من وين بده يجي هذا الرواق؟ تعرفوا قديش إجانا وجع راس من ورا هالمرة؟ عمالك يا ابني هيك عم تخوف أختك. لا تتدخل. جود لو سمحت. لك يلا اطلعي من بيتي. لا تعيط عم تخوفني. إذا بدك أنت اطلع. فتون وجيهان رح يضلوا بالغرفة. خلص حبيبتي أنا بطلع. يلا تحسين. لا تمشي. برجع بجي لعندك. وهلأ بخاطرك. يلا بنتي امشي. أنا بقياني لأنه بعرف أرجع البيت لحالي. جود أنت منيح؟ اتركيني بحالي. فتون خانم، فتون خانم، فتون خانم شوفي، فتون خانم شوفي، فتون خانم كرمال الله اهدي عروة شو صار له؟ طيب اهدي شوي اهدي، جود ممكن تجيب لي كاسة مي؟ تمام اهدي شوي، اهدي، اهدي شوي، فهميني شبو عروة؟ تخانقتوا مع بعض؟ عروة، عروة عمل حادث، عمل حادث. كيف يعني عامل حادث؟ طيب عرفتي إذا هو مين؟ ما بعرف اتصلت بعروة ما درت علي الشرطي قلت له اعطيني ابني بدي اسمع صوته لأطمن ما أعطاني إياه وبعدين سمعت صوته انفجار. يا ربي يعني الشرطة والإسعاف هونيك أكيد هو منيح. الله يخليك يهدي شوي يا فتون خانو. مستشفى على المستشفى خذوني على المستشفى بدي أشوفه واطمن عليه. دخيلكم خذوني لعند عروة على المستشفى لو سمحتوا خذوني على المستشفى خذوني لعنده إذا بشوفني أكيد رح يتحقني. شو تشبك ساعدني خذوني ضلي عم تتصلي لحتى يردوا. أكيد صار له شيء بالانفجار. يا الله دخيلك يا الله دخيلك احملي ابني دخيلك يا الله. لا تخافي هو منيح أكيد الموبايل ما له جنبه لهيك ما عم بيرد. هلأ بتشوفي وصلنا. يا ربي دخيلك هدول كيف عرفوا باللي صار؟ يا جماعة يا جماعة لو سمحتوا ممكن تتركونا نمرق هلا لو سمحتوا بعده بعده هلا مو وقت هذا الحكي. حضرتك قرايب فتون خانو؟ ايه نعم قرايبة. عروة بأي غرفة؟ ما بعرف. معقول ما حدا بيعرف؟
عروة 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 فتون خانو رد علي ابني، أنا أمك لك تصر جنبك حاكيني شو صار له؟ ليش ما عم يرد؟ ابني يا عيوني راح يطيب مو هيك؟ قولوا لي الحقيقة ولا تخبوا علي، لو سمعت قولوا لي يا ربي تخبي. قولوا لي راح يطيب. أنا راح أفحصه وأطلع خبرك، بس أنت اهدي شوي مدام. طيب روقي شوي إذا سمحتي. اسلموا بساعدوا. روقي. لك الله يصطفل فيك. أنت لازم تكون معه، كان لازم تسوق السيارة بداله. إذا بيصير أي شيء على ابني رح يكون حسابي معك، انت عم تفهم؟ وما رح اقدر سامحك بحياتي، فهمتني؟ ما رح سامحك بحياتي. فتون خانو، فتون خانو، دكتور، حدا منكم يجي لهون. يلا اجينا. يلا بسرعة شوي. عنك استاذ لو سمحت. بعده بعده هيك. عروة عروة أنا تعبان كتير وحاسس بالذنب. إيه كان بدي إياكي تتعذبي بس مو هيك. أنا رح أعمل المستحيل لحتى يضل أروع عايش، حتى لو اضطريت أعطيه من عمري. في مجال تتركنا بحالنا؟ وجودك بحياتنا ما عاد له لزوم. ممكن تسمعيني، حتى إذا بدك تضربيني ما عندي أي مشكلة. عروة بيكون أخي. يعني بعتبره مثل أخي، وحياته بتهمني، وجاهز لأعمل أي شيء كرماله. وين عروة؟ خانم، بصراحة الحادث سبب ضغط على منطقة الرقبة، وهالشي أثر على الحبال الصوتية. الفريق الطبي عمل كل شي بيقدر عليه، بس حباله الصوتية؟ يعني عروة ما رح يقدر يغني بالمرة؟ عروة رح يموت إذا بطل يغني، لازم تلاقي له حل دكتور. حاليا ما فينا نعمل أي شي، بعد فترة يمكن نلاقي شي حل. يا الله، أنا شو عاملة حتى عم تعاقبني؟ فيني فوت لعنده؟ فيكي، بس يا ريت ما تطولي. تفضلي، الممرضة رح تدخلك. يا سمر، حبيبي اطلع فيني، أنا جنبك ومستحيل أتركك. جيهان، أنا أمك حبيبي. عروة ما عم تسمعني؟ كل شي راح يكون مثل قبله أحسن، بس أنت الطيب يا عمري. جيهان وينها؟ هي هون، بعد شوي بناديلا. جيهان وينها؟ خلص انت لا تتعب حالك، انا رح اطلع ناديلا حتى تحاكيك.
نادي لجيهان بسرعة. راحت. لوين راحت؟ عروة بده يشوفها، روح جيبها.